السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية معكم ماني مغايدة المصري مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة حصتنا اليوم مع الصف الثامن ومادة الجغرافيا وصلنا يا ثامن مع الدرس الرابع وهو بعنوان الموارد المعدنية حكينا عن الموارد الزراعية وحكينا عن مفهوماتها وأنواعها وحكينا عن مصادر الطاقة الآن نحكي عن الموارد المعدنية طبعا كان استخدام المعادن له أهمية كبيرة في مراحل تطور الحضارات البشرية طبعا وصار في عندي مسميات للعصور حسب المعدن اللي بيستخرجوه فكان عن في عندي العصر النحاسي وسمي بهذا الاسم بسبب استخراج معدن النحاس وعندي العصر البرونزي برضو بسبب استخراج البرونز والعصر الحديدي وهي عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية اللي أدت إلى حدوث مسميات في هذه المراحل اللي ظهرت فيها هاي المعادن طبعاً تركزت الاستخدامات القديمة للمعادن في صنع عندي أدواتهم البسيطة والأسلحة والأواني طبعاً ومع انتشار استخدامات للمعادن صار في عندي تطور لقطاع التعدين وهذا التطور ظهر مع بدء الثورة الصناعية وازدادت أهميته بعد ما تم اكتشاف الفحم وقوة البخار الآن نحكي عن أنواع الخامات المعدنية عندي في عندي خامات فلزية وخامات لا فلزية طبعا الخامات الفلزية اللي بتتواجد في الصخور البركانية وتستخرج منها الفلزات اللي تتميز بخصائص اذا خصائص الفلزات اللمعان قابلية التشكيل وانها جيدة التوصيل للكهرباء وابرز هذه الخامات الفلزية او هاي المعادن الحديد النحاس الالمنيوم اذا الخامات الفلزية يا ثامن واحد هي موجودة في الصخور البركانية اثنين تستخرج منها الفلزات وها من خصائص هاي خصائص هذه الفلزات اللمعان قابلية التشكيل جيدة التوصيل الكهرباء ومن الأمثلة على هذه المعادن آه، الذهب والحديد والنحاس والألمنيوم. أما الخامات اللافلزية توجد في الصخور الرسوبية خصائصها غير موصلة للكهرباء تتفكك إلى جزيئات بسهولة. وأبرز هذه اللافلزات يعني أمثلة عليها الملح والبوتاس والبترول والغاز الطبيعي هون إذا إجاك سؤال مقارنة بين الخامات الفلزية والخامات اللافلزية من حيث الوجود مكان الوجود وإيش خصائصها وأمثلة عليها الان بدنا نتحدث عن استخدامات هذه المعادن بايش انا بستخدم هذه المعادن طبعا عندي بتنوع استخدام المعادن الفلزيه في عندي النحاس بدخل في صناعه الالات الموسيقيه والاسلاك الكهربائيه الحديد صناعه الات ثقيله ومعدات حربيه الالمنيوم بدخل في صناعه الطائرات والمعدات الكهربائيه كما انه بتتنوع عندي استخدام المعادن اللافلزيه فالملح بيظهر في الصناعات الغذائية وفي المواد الكيميائية، بينما البترول هو عبارة عن مصدر للطاقة والصناعة، والبوتاس يستخدم في الاسمدة الزراعية، برضه هون بذكر لك آه اسم المعدن وانت بدك تحكي لي بايش بستخدمه. طبعا آه في عندي معلومة انه الالمنيوم يا استأمن شكل نقطة تحول حضاري وبرزت اهميته في صناعة الطائرات طب ليش استخدموا الألمنيوم في الطائرات لأنه بيمتاز بخفة الوزن وعدم قابليته للصدأ وهو بيقاوم التكا... التآكل بسبب الظروف الجوية والمواد الكيميائية اللي بتتعرض لها الطائرات وللنحاس أهمية غذائية جسم الإنسان لأنه بيحتوي على كمية لا تقل من مية ميلي جرام بتساعده على الوقاية من فقر الدم ونقص اضطرابات النمو وبإمكان الحصول عليها من اللحوم وصفار البيض والفواكه والخضروات. هلا توزع المعادن في الاردن في عندك هاي خريطه التوزيعات اللي ظهر امامك للمملكه الاردنيه الهاشميه وهي بتبين لك اختلاف توزع المعادن في الاردن من حيث النوع والكميه اذا بيختلف التوزع المعادن عندي في الاردن حسب النوع وحسب الكميه هدول اللي بيأدوا الى اختلاف التوزع ففي عندك مثلا الدوائر اللي باللون الاصفر هي نحاس اللي باللون الزهر منجنيز في عندك مثلا المربع البني فوسفات الازرق جبس وفي عندك خامات اللي باللون اللي البني المربع البني خامات اسمنت المربع مثلا الازرق رمل زجاج هاي عندك مفتاح الخريطة وببين لك كل وحدة شو بتعني ووين وج مكان وجودها بتطلع الخريطة وتشوف انت حسب التقسيمات المحافظات الأردن بيحتل مكانة عالية ومتقدمة في تصدير الفوسفات إضافة إلى إنتاجه معادن أخرى مثل البوتاس والأملاح والغاز الطبيعي والحجر الكلسي إذا هاي أهم المعادن اللي متوفرة في الأردن وهو بيبلغ مكانة متقدمة في تصدير هذه المعادن وطبعا بيتجه الأردن إلى إنتاج البترول من الغاز الصخري الموجود في الأردن الآن بدنا نتحدث عن آآ قبل يا سابع يا ثامن عفوا انه في عندك معلومه هل تعلم ان تشكيلات الفوسفات تغطي نحو 60% من اجمالي مساحه العالم اذا عندي الفوسفات هو بشكل نسبه 60% من مساحه الاردن وبيحتل الاردن المرتبه السادسه عالميا في انتاج هذا المعدن أهمية الموارد المعدنية في عندي أهمية اقتصادية أهمية سياسية الأهمية الاقتصادية بتتشكل بتشكل هذه الموارد المعدنية عنصر أساسي في الدخل القومي وفي إنها تكون إحدى الداعمات الأساسية اللي بيرتكز عليها تطور الصناعات وتنمية اقتصاد الدولة كما إنه اقتصاد تدويرها تصديرها عفوا بيؤدي إلى تحقيق عائد مادي كبير من العملات الصعبة إذا دخل قومي دعم دعامات لتطور باقي الصناعات وظهور العملات الصعبة كمان النقطة الرابعة عندي مساهمة فيه توفير فرص العمل للسكان هذا بيؤدي الى هاي النقاط هي الاهميه الاقتصاديه للمعادن عندي في الاردن اما الاهميه السياسيه هي معنية بامتلاك الدولة للموارد المعدنية فهذا بيؤدي إلى تحديد مكانتها على الساحة الدولية وخاصة إذا أحسنت استغلال هذه المعادن وبالتالي بيحدد وزنها السياسي ضمن القوى العالمية كما أنها بتحدد الموارد المعدنية طبيعة القدرات التي يمكن للدولة امتلاكها حتى تقدر تستخدمها في إدارة علاقاتها مع الآخرين كيف إحنا حكينا عن الفوسفات إنه مثلا هو شكل الأردن في إنتاج المرتبة السادسة عالميا هاي هي طبعا عندي يا تامن عندك اه راح يكون في واجب راح احدده على الجروب موضوع سؤال اثنين مهم جدا يا تامن بيعطيكم الف عافيه